نجمة اليوم فنانة راقية من حيث إطلالتها كيف ما هو الحال بالنسبة لأعمالها. نجمة مغربية مميزة بعطاء كبير والشهرة واسعة تخطط حدود أرض الوطن. شهرة ما جاتش من فراغ بل كانت نتاج العمل متواصل وتكوين أكاديمي صقلت من خلاله إمكاناتها الفنية، التحاقها بالكونسيرفاتوار ودراستها بواحد من أهم المعاهد الموسيقية الأجنبية مكنوها من كسب حرفية كبيرة انعكست بالإيجاب على أدائها الفني. نجمتنا هي هدى سعد، واحدة من أهم وأبرز النجمات المغربية والعربية في الساحة الفنية. هدى كي دايره معك الحياة؟ طب على أتم وجه من الرضا، ونصفاني ونصفها. ستغيب تعياي؟ بيان سور، احنا بشر وكنعياو. شنو كتقولي فاش كتعياي؟ كنقول اوف. شكون يعطيك القوة؟ الناس الزوينين اللي تيكونوا محيطين بيا، الناس اللي تيجيبوا لي الطاقه الايجابيه في حياتي، هادو هما اللي كنستافد منهم القوه ديالي. قلتي شي مره بينك وبين راسك بالنقص؟ بالنقص نو، بالنقص من الفن، نقص من حياه النجوم. عييتي مني؟ لا ما عييتش منك. لا واش انت عييتي من هذه الحياه؟ لا ما تنقولش بالنقص، ما تنقول غادي ندير الحاجه اللي كنقدر نديرها. يعني الحاجه اللي فوق الطاقه ديالي صافي تنقول بالنقص منها. خرجوا انا وياك الخمسه ديال التواريخ اللي ماركاو حياتك، هما كيو ماركي طون باركور، هما اكثر من خمسه تواريخ. هدى عندك بزاف ديال التواريخ. بزاف حيت انا كبيره في لاج شويه، ماشي صغيره. لا في القيمه. ميرسي. هذا كبيره في القيمه من الذوق ديالك الراقي. شكرا. هدى فاش بغينا نقلبوا على تواريخ اللي كيو ماركي طون باركور حرنا، وكاينه بزاف ديال التواريخ. سوبر. كاينين بزاف. قولي لي التواريخ. هدى غتكلمينا على ابرز تواريخ مسارها الفني وحياتها الشخصيه. البدايه مع سنه 2006 اللي عرفت قبول هدى بمعهد جنيف من اجل دراسه الموسيقى. 2006 فعلا نجحت في الكونكور ديال القبول ديالي في المعهد العالي للموسيقى بدوله سويسرا. جنيف. في جنيف. تكوين اكاديمي في الموسيقى مهم للفنان. طبعا الفنان خصو يعرف امكانياته الصوتيه، فين حدوده، المقامات اللي يقدر يغني فيها، لي غام اللي يقدر يغني فيهم، الانماط او الانواع الموسيقيه، تاريخ الموسيقى العربيه، سواء كان مغني شرقي او مغني غربي. ضروري خصو يكون على علم تام بالمجال اللي هو فيه كاي مجال اخر. يعني ممكنش يكون مهندس دخل الهندسه وهو ما عارف شي حاجه على الهندسه. المغني كذلك لازم يكون. كاينين الفنانين اللي جاهلين المقامات. ماشي جاهلين، هو ما تحتش لهم فرصه، ولكن موهبتهم غلبت الدراسه. لانه الموهبه كتبقى في النهايه شي حاجه عطاء من الله سبحانه وتعالى. ولكن جميل جدا انها تسقل، كيولي انا ذاك متعلم، يعني متمكن ودارس للفن اللي هو فيه. من بعدها وبالتحديد سنه 2009 عام ممكن اعتباره من اهم الاعوام في مسار هدى الفني، خصوصا وانه عرف تعاقدها مع شركه روتانا. 2009 تاريخ عمري ما انساه، لانه هو السنه اللي مضيت فيها عقد مع شركه كبيره عربيه روتانا، وكان هي بدايه المشوار ديالي الفني. شنو عطاتك روتانا؟ عطاتني انني جالسه معك دابا. عطاتني فرصه كاي شابه طموحه كتقلب باش تبان تحقق الذات ديالها، تنجح في المجال اللي هي اختارته، وفعلا فتحت لي الابواب ديالها. رغم انني ما كنتش كنتمي لنفس البلد، جايه من المغرب، عندي مؤهلات، امنت بالمؤهلات اللي عندي الفنيه، والحمد لله هذا الشيء جاب واحد الاكل، واحد الثمار اللي هي دابا كنشوفوها على مدار المشوار ديالي الفني. من بعد 2009 غتجي سنه 2011 اللي قامت فيها هدى بطرح البوم طير الحب، البوم حقق نجاح واسع وانتشار كبير في العالم العربي. اليوم يجي عندي للدار يواسيه قلبي اللي احتار، يداوي لي كل جروحي، طير الحب على حبيبي يجيب الاخبار، يفرح قلبي الليل ونهار، من سقام يشفي روحي. البوم طير الحب. ألبوم طير الحب كان أول ألبوم يعني مغربي، يعني ثاني ألبوم مع شركة روتانا وأول ألبوم مغربي 100%. يعني هو ألبوم شمل 10 ديال الأغاني مغربية مختلفة الأنماط، فيها الريتميك، فيها الرومانسي، فيها الدرامي، واشتغلت عليه مع موسيقيين من مختلف الدول. شنو كيمثل لك في مسيرة ديالك؟ كيمثل لي يعني الحلم. الحلم اللي كنت بغيت انه يكون تواجد لألبوم مغربي في العالم العربي. اكثر اغنيه عقل عليها من الالبوم؟ كلهم عقل عليهم، لكن اكثر اغنيه قريبه لك يعني طير الحب.
كان الحب. كان الحب زوينة بزاف، وكان قبل منها سينجل ديال بغيتو ولا كرهتو، هو حقق لي نجاح جميل جدا. شنو كتقول بغيتو ولا كرهتو؟ شنو كتقول في الكلمة؟ ولا في الغناء؟ في الغناء. أنا كنستغل حضورك معنا لأن صوتك تبارك الله زوين. عنده فوبيا من المعقول، مسافر ديما مشغول، واللي بقالي من صبري وعدي وعدي سلاه، واللي يشفعله عندي اخلاصه في حبي وحدي، وغادي نبقى نتسنى احبابي يعذروني، شوفوا حالي فهموني، ماشي بيدي وراحتي معاه. عنده فوبيا من المعقول، مسافر ديما مشغول، واللي بقالي من صبري وادي يوادي سادة، واللي بيشفى له عندي اخلاصه في حبي وحدي، وغادي نبقى نتسنى. 22 نوفمبر 2015 ايضا كيبقى من التواريخ المهمه في حياه الشخصيه الهدى من بعد ما شهد زواجها. هذاك السنة تزوجت فيها، هذاك السنة اللي تزوجت فيها، وكانت عمري ما نساها التاريخ، لأنه حلم أي بنت أنها يجمع الشمل ديالها مع الحبيب ديالها ويسكنوا تحت سقف بيت واحد ويكونوا أسرة. فهذا التاريخ بالنسبة لي السنة كانت سنة خير عليا الحمد لله. شنو كتقولي ليه؟ كنقول ليه الله يخليك ليا ويعطيك الصحه وطول العمر، ويخليك ليا لولدك باش تعلموا هذاك الشيء اللي تعلمتيه من والديك، اللي هما مبادئك ولي فالور ديالك، وتعلموا كذلك العلم اللي وصل ليه. هدى، بزاف ديال الفنانات كيقولوا لنا بان الزواج كيأثر سلبا على مسيرتهم الفنيه ولا على خدمتهم. الا كنتي كتفضلي الفن على الزواج، اما لك انت عندك اولويات في الحياه، انت كتفضلي الفن على الزواج، فالفن غادي ياثر سلبا على الحياه الزوجيه، وغادي ياثر كذلك سلبا على الحياه الفنيه. سي تان شوا، يا اما تكوني ناجحه وكتعطي كل ما فيك الفن، لان الفن ماشي سهل، الفن شي حاجه اللي خصك تفيقي من الصباح وانت كتفكري فيها وكتخدميها، انفستيسمون انفستيسمون. الا قدرتي توفقي ما بين الاثنين فانت سوبر وومن. وإلا كنتي بغيتي تبقاي في الفن راه ضروري، وبغيتي تبقاي في الزواج راه ضروري غادي تخسري شويه من هنا وتخسري شويه من هنا. ولكن انا ما نبغيش المراه تخسر على حساب الفن. يعني المراه في النهايه لازم تكون مثال، المراه الوفيه لدارها، المراه راه غير التربيه ديال الاطفال هذيك في حد ذاتها مهنه يعني جباره. يعني الام في الفويه يعني في البيت ديالها راه كتقوم بواحد المجهود كبير جدا. فبرافو عليهم اللي تقدروا يوفقوا ما بين الفن والزواج. شنو كتغني ليه؟ دائما كنبغي لا ده ولدك. ولدي بيان سور، انا دابا باغي غير في ولدي. لا ترى على راجلك. هو دا دائما كنسول، كنبغي نسول الفنانات اللي مجوجات، كنقول لهم سورتو اللي كيغنيو، كنقول لهم واش الا تخاصمتوا مع رجالاتكم وكنتو نتوما اللي غالطين، واش كتمشيو تصالحوهم بالغنى؟ ممكن بعض الفنانات كيديروا، انا عمري ما تصالح، انا كنتصالح بالفعل. الا كنت انا غلطه كنصلح الغلط ديالي، ولكن اغنيه ما كنعتقدش. شنو كتقولي لي؟ لانه هذا فيلم هندي. انت عارفه المجتمع المغربي واش غادي يعني الرجل المغربي تقولي لي اغنيه غادي تصالح معاك وكتفلي عليا. شنو كتغني لي؟ ملي كتكون شي مناسبه عائليه او كذا تنغنيو اغاني تيعجبوه بزاف، بحال هو تيعجبوه يا دوك اللايمين رفقوا من حالي تارارارا، علاش تعيبوا في قولي وفعالي، اش درت انا اش درت فيما يجرالي، وما اناش اللي خطرت العيوب ديالي. الزوج ديالي عنده واحد المكتبه موسيقيه رائعه جدا، هو عزيز عليه الفن الاصيل المغربي، سواء جيل ناس الغيوان قناوه، كذلك الفن العصري تعجبوا لطيفه رأفت، تعجبوا عبد اللطيف بالخياط. يعني الحمد لله رغم ان هو كينتمي لهذا الجيل، وانما حاول انه يخلق لنفسه واحد البلاي ليست اللي هي مناسبه للذوق ديالو. 21 غشت 2016 تاريخ يبقى راسخ في ذاكره هدى، خصوصا وانه عرف توشيحها بالوسام الملكي من طرف صاحب جلالة الملك محمد السادس. جبتي لي القشعريرة. يعني الله يخلي لنا سيدنا ويطولنا العمر ديالو. نهار تلقيت الدعوة وكان عقل اتصلتي بيا
وقلت يا هدى فينك راكي يقلبوا عليك خاصك تجيبي الوسام ديالك. كنت من اول الناس اللي وصلك الخبر ديالي ديال الوسام قبل ما يوصلني. كنت سعيده جدا وغنطير بالفرح لدرجه انني كان عندي عطله غنقضيها في صيفيه في نفس التاريخ. اجلنا لفيتنام لاوكرانيا اجلنا السفر باش نمشي نتلاقى مع يعني ملكنا الله ينصره. وكنت في قمه السعاده والله يعطيه الصحه وطول العمر ان شاء الله. 18 ماي 2017 من بين اهم تواريخ كذلك عند هذه الفنانه بحيث عرف ولاده هدى لطفلها الاول فارس. ماشي بزاف هذه 10 شهور انت كتشوفي عينك البغي فعلا يعني الولاده. الله لا يحرم اي امراه مغربيه يعني من احساس او شعور الامومه لانه اروع ما يكون. يعني ما يمكنش نوصفه لك بالكلمات. هو شيء اللي كيتحس ما يمكنش حتى شي كلمه تقدر توصفه. ف اش غادي نقول لك كان يعني نقدر نقول لك في التواريخ كاملين تاريخ ديال ولاده الابن ديالي مميز بزاف بزاف. شنو كتقولي ليه كيكون ناعس حداك في الليل؟ شنو كتهضري معاه واخا ما تيسمعكش؟ شنو كتقولي ليه؟ تقول ليه انت يا غزال وانت غادي تقرا مزيان وغادي تحمر لينا وجهنا وغادي نقريوك مزيان وغادي نديرو لك نشيوك الالعاب وتهلاو فيك. غتغني؟ غيغني لك؟ لا 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 الا كان الغناء على هذا الشكل اللي كنشوفوه حاليا فانا ما كنتمناش ليه يكون في الوسط الفني نهائيا. ان شاء الله يكون يحمر وجه بلاده في عده مجالات. تبارك الله مجالات كثيره كاينه. الفن نبغيه يكون كيعشق الموسيقى لان الموسيقى غذاء الروح. يكون تيعزف واحد الاله من الالات. جميل جدا ان نلقاو شي انسان دكتور ولا مهندس كيعزف البيانو او الكمان. يعني زوين بزاف ولكن باش يكون ضمن هذا الغوغاء اللي حاصله دابا ما نبغيش نشوف ولدي في الساحه الفنيه بصراحه. حنا كنتمنوا لك التوفيق في حياتك الشخصيه في حياتك العمليه. هدى انت من انجح الفنانات المغربيات ومن الفنانات اللي كيتوجوا وكيشرفوا الاغنيه المغربيه. الله يوفقك. عن ميساج الناس اللي كيشوفونا في الرادار على شادة تي في. كنحييهم جميعا وكنقول لهم ان شاء الله تكون هذه الحلقه نالت الاعجاب ديالكم. انا كنت سعيده بزاف ويمكن نتمنى يكون وصل لكم الاحساس ديالي ونتلاقاو في موعد قريب دائما مع شهرزاد على شذا تي في.